الأمر بدأ يأخذ أبعادا غير محمودة العواقب، بدأ يهدد بشكل كبير أرواح ممتلكات المواطنين والاقتصاد الوطني، الأمر الذي بات معه لزاما أن يكبح جماح هذه المخالفات. وهذا ما كان من إطلاق حملة وطنية من لدن السيد رئيس الوزراء المحترم والسيد وزير الداخلية المحترم، اللذين يتابعان بشكل يومي وتفصيلي ما يتعلق بإجراءات الكشوفات.